الاكل بالليل، الاكل لو انت من اكلي بالليل ولازم تسهري ليل يومك، كميه لا كميه الاكل اللي هتاكليها خلال يومك تبقى مناسبه ليكي افضل 100 مره. ما تحاولي انك تظبطي اكلك الصبح وبرضه تاكلي بالليل زياده. بالليل مش مساله الحرق بيقل، الهرمونات حتى حساسيه الخلايا للانسولين بالليل بتبقى غير الصبح. بس ده مش معناه، ما هو انت بقى دي الثيوري، دي النظريه اللي بيطلع الناس يصدروها، ده مش معناه بقى ان انا واحده اكون ما ينفعش ما اسهرش. في ستات ما ينفعش ما تسهرش لظروف خارجه عن ارادتها، مش بمزاجها. يعني مثلا تقول لك انا جوزي راجل شقيق بيرجع 2 بالليل ولازم اقعد له، لازم اعمل له الغدا، هو بيتغدى الساعه 2 بالليل. طب دي انا بقى اقول لك عادي، مفيش دعوه بيه، انت هتنامي الساعه 10 11 وتحطي له اكل في المايكرويف هتتطلق. ما هو مش منطقي، خلينا منطقيين، يعني اخرب لها البيت ولا اقول لها طب ايه رايك طالما انت بتسهري معايا 2 و3 يبقى ابتدي يومك الساعه 12 الظهر او 1 الظهر في الاكل، واقلبي يومك وخلي الغدا بالليل وبدلي الغدا بالعشاء. هتقولي لي ده يتماشى مع العلم او لا؟ هو يتماشى مع ظروفها وهيقلل الضرر اللي داخل عليها من انها بتاكل دايت طول النهار وبتاكل معاه تاني بالليل. الموضوع مش علم بس يا جماعه، الموضوع علم وليقان عليا، لازم يليق عليا. حتى لو هكمبرومايز هوصل الموضوع مش هنفذ اللي بالعلم بيقوله بالظبط. فاهميني؟